السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. المعرض ده كاسة نشر باناسونيك، بنسميه ده اسمه السلكة الخرشوفة، راديو اي ام واس دبليو، وشريط كاسيت. الموديل بتاعه ار اس شارتر 466 تي اس، صنع في اليابان. ونشوفه مع بعض. This boom box is National Panasonic Radio AM and SW and tape model RS-466TS made in Japan. زي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت ناشونال باناسونيك راديو اي ام واس دبليو، وشريط كاسيت. الموديل بتاعه ار اس شارتر 466 تي اس، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد. شكرا. This boom box is ناشونال باناسونيك راديو اي ام اند اس دبليو اند تيب موديل ار اس داش 466 تي اس ميد ان جابان. ثانك يو.